السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا النهاردة بإذن الله تنزل معانا دهون الكرش، يعني يمكن النهاردة الوصفة بتاعتنا خاصة بدهون الكرش، الدهون العنيدة اللي ما بتنزلش، والجوانب كمان. ناس كتير بتشتكي الجوانب، الارضاف، الترهلات، الحاجات دي كلها. الوصفه بتاعتنا دي هتقضي على كل المشاكل ديت، وان شاء الله هتجربوها وهتكتبوا لي في الكومنتات وهتقولوا لي ان فعلا الوصفه جابت نتيجه ممتازه. بس اهم حاجه تابع معايا الوصفه وشوفيها مظبوطه، علشان محدش يشوف الوصفه ويقول ده متكونه من كذا وكذا خلاص انا هعمل. لا، تابع معايا الخطوات علشان تعرفي الطريقه المظبوطه، لان اهم حاجه الخطوات الصحيحه اللي انت هتعملي بها الوصفه علشان تجيب معاكي نتيجه مظبوطه، تجيب معاكي نتيجه صحيحه. تابع ان شاء الله معايا الخطوات وشوفي ايه الخطوات المظبوطه اللي احنا لازم نعملها. ناس كتير هتستغرب وتقول لي ايه ده، على فكره يا جماعه ده الرز. وعلى فكره في ناس كتير هتقول لي ايه ده الرز فيه نشويات، ده الرز بيتخن، الحاجات دي كلها. هقول لك لا، الرز مش هيتخن معاكي بالطريقه اللي احنا هنعملها ديت. ده ان شاء الله هنستخدم فيه، يعني هنستخدم فيه مكونات كويسة جدا، والمكونات ده ان شاء الله هتعرفوها برضو معايا، وهتعرفهم هنحط ايه وايه علشان ينزل معايا الوزن. طيب ازاي الرز مش هيتخن والرز مش هيعمل كل المشاكل ديت معانا؟ وعارفة ان في ناس كتير هتقول لي وهتستغرب، رز لا ده رز بيتخن ويقفل، والرز فيه نشا ومش عارف ايه. لا، تابع معايا الوصفة للاخر وحطوا لايك كده للفيديو. عايز لايكات كتير يا جماعه الفيديو علشان الوصفه تنتشر والناس كتير تستفيد من الوصفه بتاعتنا. ويلا بينا نحضر الوصفه بتاعتنا. مبدئيا كده يا جماعه، ده رز بيتي عادي خالص من الرز اللي احنا بناكل منه، او الرز اللي هو بتاع البيت العادي، لا هنقول له رز من بره ولا رز بسمتي، لا الرز الفلاح العادي بتاع البيت. تمام، انا هاخد منه حوالي معلقه واحده بس. هنعمل فيها ايه؟ طبعا انا مش هاخد الرز كده على طول هستعمله، لا ده انا لازم هاخد منه معلقه. شوفوا بقى كده انا هعمل ايه. دي يا جماعه الرز بتاعي اهو اللي انتوا شايفينه دول. طبعا انا واخده حوالي معلقه الكميه بتاعتي ديت، وغسلاها كويس جدا هتشوفوها برضو اهي، علشان محدش ياخد الرز ويحطه على طول، لا انا بغسله كويس جدا. الرز ده مغسول ليه؟ لان طبعا انا هشرب الميه بتاعته. تمام، ومفيش زي ما قلت لكم يا جماعه في اول الفيديو كده، محدش يستغرب انا هشرب الميه، ده الميه هتطخن الكلام ده كله، لا هقول لك هتشربيه ازاي. تابع معايا الفيديو للاخر عشان تعرفي الطريقه مظبوطه. يا جماعه معايا ده الوعاء اللي انا هغلي فيه الرز او اللي انا هعمل فيه الوصفه بتاعتي. طيب هنستخدمها ازاي؟ اول حاجه معايا معلقه كبيره من بتاعه الاكل بتاعنا، مش هنقول معلقه صغيره ولا حاجه. ده كده يا جماعه اهو، ده الرز، الرز المغسول بتاعنا اللي احنا غسلناه. تمام، منه معلقه كبيره كده. تاني مكون معايا عودين من القرفة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الناس اللي ما عندهاش قرفة خشب زي ده كده ممكن تحط بدلها القرفة الناعمة، مفيش اي مشكلة خالص. اي حاجة ممكن تقضي او ممكن ان احنا نحطها في سواء القرفة الخشب او القرفة الناعمة. الدرسين يا جماعة، علشان في ناس متعرفش يعني قرفة نقول عليها قرفة او الدرسين. تمام كده يا جماعة، يبقى انا معايا اول مكون اللي هو القرفة او الدرسين. تاني مكون معايا اللي هو الزنجبيل. تمام، ده يا جماعه زنجبيل فريش، باخد قطعه صغيره زي ما انتم شايفين كده وبنقشر. ما عندكيش الفريش ممكن تستعملي الزنجبيل البودر، بس الطريقه هتختلف. هتختلف ازاي؟ ان احنا هنقلب الزنجبيل البودر والقرفه البودر. لو انت برده ما عندكيش قرفه او درسين خشب هتستعملي، لو انت تستعملهم الاثنين بودر هنحطهم في قلب الكوبايه وهنقلبهم بعد ما نخلص المكون بتاعنا. تمام، لان ما ينفعش اللي هو البودر دوت ان احنا نغليه، اللي هيتغلى ايه؟ اللي هو لو انت عندك فريش زي ده كده، انما القرفه علشان هي خشب دي انا هغليها في قلب المكون ده. تمام، فانا هقشرها كويس كده، يعني كويس كده اهو، هشيل الحاجات دهيت دي كده، انا هشيلها وبقشر القطعه الصغيره دهي. تمام، ده كده انا قشرتها اهيت، ما عادش فيها اي حاجه، فانا هخرطها كده قطع صغيره كده اهو. ده كده المكون بتاعي، ده تالت مكون معايا. بعد كده معانا ايه؟
معايا الليمون، تمام؟ هاخد ليمونه واحده بس، ليمونه واحده بس على المكون بتاعنا، تمام؟ هنخرطها شريح شريح كده، وهنسيبها برضو ان هي تغلي معانا في الميه. هقطعها قطع صغيره كده، اهو شرايح صغيره، بالطريقه دي كده، شرايح بالشكل ده كده، بالشكل ده كده. بعد كده معايا كوبايتين ميه، يا اما انت تغليهم كويس جدا اهو، يا اما تحطهم بردين من الحنفيه، بس انا سخنتهم على اساس ان هما يعني ايه يغلوا معايا بسرعه، تمام. ودلوقتي هناخدهم على النار يغلوا غلوتين كبار جدا، بس اهم حاجه هغطيها ليه؟ لان اي حاجه فوق فيها عشبه او فيها اي حاجه زي القرفه دي كده بتتغطى علشان تجيب معايا نتيجه كويسه. ده كده دلوقتي يا جماعه الوصفه جهزت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت اهي، شايفين؟ انا كنت قافله عليها طبعا علشان البخار بتاعها ما يتبخرش. فدلوقتي هنعمل ايه؟ انت طبعا هتسيبها خالص لغايه ما تبرد معاك، شايفين شكلها عامل ازاي؟ احنا هنسيبها لغايه ما تبرد خالص، وبعد كده بعد كده انا هصفيها يا دوبك المكون او المقدار اللي انا كنت عاملاه على قد كوبايتين اتنين بس، ديت اللي انا هستعملهم طول اليوم، تمام؟ ده كده اهوت خلاص، ده كله احنا مش محتاجينه، هنحطه على جنب بقى دلوقتي. تعالوا بقى نشوف الكوبايتين اللي احنا عملناهم. ده كده يا جماعه الكوبايتين اللي احنا عملناهم بعد ما اتغلى طبعا انا باي حاجه بقى وبغطيه. ده كده يا جماعه الوصفه بتاعتي جهزت اهي زي ما انتم شايفين، وعملتها بالظبط قدامكم على اساس ان انتم تعرفوا الطريقه الصح بتاعتي. وزي ما قلت لكم احنا ممكن لو احنا ما عندناش الزنجبيل اللي هو الفريش اللي انتم شفتوه معايا دوت، او القرفه الخشب، ممكن بعد ما نخلص خالص ونغلي الليمون بعد كده بجيب الزنجبيل بودر او القرفه او الدرسين كمان البودر، وبنقلبه كويس جدا كده والميه وهي سخنه او المكون بتاعي وهو سخن، بعد كده بنغطيه علشان طبعا زي ما قلت لكم اي اعشاب فيها زيوت طياره بنغطيها علشان البخار بتاعها ما يتبخرش، علشان نستفيد بالبخار بتاعها دوت ما يخلوش تتبخر معايا. طيب خلاص انا عملت كل حاجه زي ما انتم شايفين قدامكم اهو. ده كده يا جماعه الوصفه جهزت معايا. طيب هناخدها امتى وازاي؟ طبعا ان شاء الله هناخدها بعد الفطار مباشره. كوبايه الوصفه بتاعتي عباره عن كوبايتين، ممكن انت لو انت حابه ان انت تعملي اكتر من كده تضاعف الكميه وتعينها في الزجاجه عندك وتحطها في الثلاجه على اساس ان هي سهل عليكي تقعديها ممكن معاكي يوم اتنين عادي مفيش مشكله. اما لو انت حابه تعمليها كل يوم كده طازه او صبحه يعني برضو عادي مفيش اي مشكله، هتعمليهم هما كوبايتين اتنين. فانا دلوقتي معايا الكوبايتين دولت، هناخد كوبايه بعد الفطار وكوبايه طبعا بعد الفطار كده بنص ساعه، هقوم شاربه كوبايه زي ديت قبل العشاء، يعني قبل العشاء برضو بنص ساعه بقوم واخده كوبايه. ليه؟ علشان تسد الشهيه معايا، ما تخليش دايما شهيتي مقبله على الاكل، خلاف كده وكده كمان ان هي بتنزل كل الدهون الموجوده في الارداف، في البطن، في الجوانب، الحاجات دي كلها، خلاف كده كمان بتشد الجسم معاكي، بتخلي الجسم عندك مشدود، مفيش لفيت لا ترهلات ولا اي جوانب ولا اي زوايد، تمام. الوصفه دي بتتاخد امتى يا جماعه؟ ما بتتاخدش سخنه كده، بتتاخد دافيه، وممكن تحطها في الثلاجه بتشربها بارده. هقول لكم على حاجه كمان، ممكن ان انتوا تحلوها، يعني الناس اللي هي مش هتقدر ان هي تاخدها كده ممكن تحليها بمعلقه عسل نحل، تمام. ممكن لو انت خدت كوبايه ولا حاجه معلقه عسل او نص معلقه بتدوبيها علشان يبقى طعمها كويس معاكي وتبقى سهله معاكي ان انت تشربيها، تمام. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنونا بالفيديو الجاي باذن الله.